فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القبوريون في زماننا هذا نقول إنهم قد قامت عليهم الحجة لأن بعضهم حافظ للقرآن بل بعضهم مدرس في مدارس التحفيظ؟ متى تقوم عليهم الحجة؟ إذا لم تقوم الآن يعني تقوم عليهم يوم القيامة؟ قامت عليهم الحجة. إلى متى تقول ما قامت عليهم وهم يسمعون القرآن ويحفظونه ويسمعون الأحاديث ويسمعون؟ حتى الآن ما صارت الدروس والمحاضرات مقصورة على الحاضرين، صارت تذهب تبث في الفضاء وفي الأشرقة وفي تبلغ الآفاق. هذه حكمة الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده، أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم، فإلى متى قال ما قامت الحجة؟ نعم، واليوم كل شيء يذاع وكل شيء ينشر وكل شيء يطير في الساعة. أنت الآن تتكلم، كلامك يوجد في المشرق والمغرب. هذه حكمة الله عز وجل لأجل إقامة الحجة على العباد. نعم.